بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء اللوحة اليوم، لوحة رقم 8 اللي موجودة عندكم، المفروض بالمجموعة المنهاج اللي نعطيكم إياه، رسم لوحة لجهاز شحن البطارية من مصدر ثلاثي الطور. هذه هي الدائرة، أو هذه تمثل ربط جهاز شحن بطارية. إذا أريد نشحن بطارية معينة من مصدر ثلاثي الطور 3 فيز RST، فشلون راح يكون الربط؟ راح يكون بهذا الشكل، حتى يخرج إلى موجب والسالب إلى البطارية، الأسلاك اللي تربط بالبطارية بالأوتبوت. هنا نشوف بالـ RST راح تكون هنا ثلاث محولات، محولات تحول التيار من متناوب إلى تيار DC مستمر. وهذه الدايودات الثلاثة، دايود اللي هو الصمام الثنائي اللي يتكون من الأنود والكاثود، هذه هي الربط بيناتهم حتى ينتهي إلى الأوتبوت. جهاز قياس لقياس التيار وهو الأميتر، وجهاز قياس الفولتية اللي هو الفولت ميتر، للربط في نهاية الدائرة أو في نهاية جهاز شحن البطارية. دائرة بسيطة تفاصيلها قليلة، الهدف منها أنه تبين شلون راح نشحن بطارية من مصدر ثلاثي الطور. طريقة رسمها جدا سهلة، تلاحظون أكو تكرار بالرسومات. يعني أنا لما أرسم هذا المربع اللي يحتوي على هالملفين اللي تعلمنا شلون نرسمهم بأربع دوائر متداخلة فيما بينها ومتقابلة، واحدة عكس اللغة واحدة عكس الأخرى، وإذا رسمناها مرة واحدة راح نكررها بالكوبي، باستخدام الكوبي نكررها ثلاث مرات، حتكون كلش بسيطة وسهلة. حتى هذا الخط الـ R والـ S والـ T نرسمه مرة ونقدر نسوي له كوبي لثلاث مرات. يعني أنت كل ما ترسم جزء معين، هذا الجزء كله مع الدايود هذا، تقدر تكرره ثلاث مرات كوبي، فالرسم مالته جدا بسيط وسهل. حتى نرسم الأجهزة، أجهزة القياس، هنا القطر 10، خلينا نتأكد، نشوف نصف القطر لأجهزة القياس الجد راح تكون مباوع. عشان نقدر احنا، خلينا نكبر الرسم أمامنا، نسوي ويندو للفولت ميتر والأميتر، نشوف إيش قد نص القطر مالته أو القطر. نروح للدايميتر، نختار هذه الدائرة قطرها 10 مثل ما قلت لكم، يعني تاخذون نصف قطر 5 وترسمون الدائرة وتحطون بداخلها حرف الأي. دائما من ترسم مثل ما علمتكم إنه تقربون الرسم عليكم على مود يكون واضح لما تشتغلوا. نرجع إلى الزوم، زد انتر اي انتر اللي هو الزوم اول، حتى نشوفها متكاملة. قلنا الأميتر والفولت ميتر لهم نفس القياس اللي هو القطر 10، قطر 10 يعني نصف القطر 5. أما هنا طريقة رسم الدايود والملف وباقي التفاصيل، فنشوف هسه نكبرها شوية. خلينا نشوف ناخذ بالويندو، زوم ويندو، هذا لتكبير جزء معين من الرسم مو كل الرسم، حتى يصير امامك. شو تفاصيله؟ تفاصيله عبارة عن مثلث متساوي الاضلاع، طول الضلع 10، يعني المسافة منا الى هنا 10، ارتفاعه 10، وراح ترسم الخطوط الاخرى منا ومنا حتوصل بيناتهم، وتظلل في داخل، سوي هاش في داخل المثلث. خط هنا اللي جاي والخط اللي هنا طوله 5، الخط العمودي طوله 10، هذا الخط العمودي طوله 10، هذا الخط اللي هنا رسمي 5 طالع منه و5 طالع منه وبالداخل هو 10. طريقة رسمه بسيطة جدا، ترسمه في مكان خارج وبعدين تجي تنفذه، تحطه في المربع اللي تريده، ومثل ما قلنا ثلاث مرات تسوي له كوبي. أما الملف تشوف هنا هي نفس الطريقة، أربع دوائر بين سنتر تو سنتر،
سنتر تو سنتر 4 أم، مسافة 4 أم. الآر نصف القطر للدائرة، الآر نصف قطرها 4 أم، وراح ترسم وحدة تبعد عن الثانية بمقدار مثل ما قلنا 4 أم، والباقي الجزء المتبقي بالترم باستخدام في عازل الترم راح احنا نمسح الجزء اللي بنريده من الدوائر. نرسم هذا الشكل، نقدر بالميرر باستخدام الميرر نقدر نرسم الجزء الآخر اللي يكون متعاكس بالاتجاه وياه، أو ترسمه رسم اعتيادي حسب ما تريد. إذا نريد نجرب هذا هسه هذا الرسم ونسوي له ميرر حتى ناخذ الجزء المتعاكس وياه، نستخدم إعاز الميرر. وين إعاز الميرر موجود هنا؟ هذا الميرر، هذا الميرر راح نطلب شنو؟ نطلب إنه راح يطلب الأوتوكاد إنه select object. الأوبجكت اللي أريده هو هذا، طبعا راح تكون راسمه أنت بدون هتكون راسمه بدون أبعاد حتى تنفذه. اختاريت هنا دوس انتر، وراها راح يطلب لاين ميرر. اللاين ميرر يعني الخط اللي هو خط المراية، كأنما المراية اللي تقابله رسمنا الخط. راح يطلب مني هل تريد الأصل، شوفون هنا بالتعليق بالعفو بالكوماند شريط الكوماند، هل انه الاصل القطعه الاصليه ابقيها لو امسحها؟ احنا نريدها موجوده فنقول له يس، العفو نقول له نو لان هو احنا نريدها ما نريد نمسحها، فنقول له انتر لان هو ناطر انه. نشوف هنا صارت نفس القطعه بس متعاكسه بالاتجاه، طبعا اقدر اقربها واحركها بالمكان اللي يناسبني لان انا هنا أنا صارت بعيده، ممكن اخليها بالموف احركها. احنا مثل ما تعلمنا وقلنا انه قلنا الاوتوكاد هو يسهل عمل انه وليس يصعب، صح لو مصعب؟ لهذا كل اعاز تعلمته راح يفيدني بشغلي. صارت عندي جزء هسه مقابل جزء، هذا وين ننفذه؟ ننفذه واحد مقابل الثاني ونحطه في المكان المناسب اللي يخصه. خلينا نشوف بالزوم اون، تلاحظون هنا هذا الجزء وهذا الجزء. طبعا هنا لو تلاحظون ما بي توصيله هاي، فانت خلينا نأشرها بس لحظة، نسوي زوم ويندو، زوم ويندو المن للجزء هذا. نلاحظ احنا هنا بالمحولة الخط ما اريده عمودي وانما راح يكون بهالشكل، مو صحيح؟ هذا مجرد توضيح للرسم مالته، لكن انا يبني بالشكل اريده يكون مرسوم بطريقة بهذه الطريقة، وهذا الجزء ما احتاجه وهذا الجزء ايضا ما احتاجه. تلاحظون انه الطريقه بسيطه، عفوا ما مسحناها، هذه المرسومه مرتين فلهذا من مسحناها احتاجت انه نمسحها مرتين. نفس الشيء بالجزء هذا المقابله نقدر ننفذه ونخليه بمكانه. زد انتر اي انتر، هذا الرسم هسه صار موجود قدامنا، رسم بسيط اسويه مره واحده، اسويه برا واشتغل عليه، وبعدين اجي مثلا ممكن هنا بعض الطلاب يسالني على قياسات هذه المربعات او هذه المستطيلات. خلينا ناخذ قياسه هسه امامكم. طريقه القياس ناخذ الالاين من الدايمنشن الاين انتر، خلينا نشوف ايش قد قياسه، مسافه 10 انتر حتى نكبره. العفو خلينا نروح ماركت اللوح على زوم ويندو ونشوف هذا الجزء شقد قياساته، يعني ما واضحة هنا الأسلاك بالنسبة لك كيف تختار القياسات، أما هذه المستطيلات أو المربعات يفضل إنه تكون بقياس مضبوط على مود شغلك يطلع مضبوط ومرتب. راح ترسم 40، نشوف الجزء الثاني، خلينا نشوف اللاين لهذا الخط، نشوف شقد 30 40 في 30
هغير لونها حتى تكون واضحة قدامكم انه هذه ابعاد. هسويها لون احمر اموت اصلا. انا بالنسبة لي بالرسم ما اريد تخلوا لي ابعاد، لكن كنت تعرف انت ايش قد القياسات اللي راح تخليها. هذا 40×30. نشوف هذا الدايود، نشوف ايش قد قياسه. هذا 50، بس العرض مبين همنا 30 نفس القياس. هذا منا 50 لكن بهالاتجاه 30 ايضا. هم نجربه حتى نكون متأكدين. ثلاثين بالضبط. اسويها باللون الاحمر. شلون اسوي اغير اللون؟ هذا الطريقة، اقشرهم واجي اروح على اللون اغيره. بهالشكل عرفنا القياس. اذا احد يسأل عن قياس هذه الدائرة همنا نقدر ناخذ الدايميتر الها. select object الدايميتر مالتها 4، يعني نصف القطر. ايش قد راح يكون نصف القطر؟ راح يكون 2. هذا الفاي 4. خلي اغير اللون على مود لا يكون جزء، لا يبين جزء من الرسمه. خلي اغير اتجاهها، افضل اغير اتجاهها حتى لا يطلع هذا اللون الاحمر. دايميتر بهالاتجاه باي 4. اذا غيرنا لونه اختار اللون الاحمر. طبعا ارجع واقول انه انا خليت القياسات حتى تعرفون ترسموها، اما انت من ترسم بالامتحان او بالواجب ما افضل تحط لي القياسات على الرسم، وانما ترسمه وانت حافظ القياسات وتعرف شنو هي القياسات. ممكن تسوي لي، نرجع بالزوم اول زد انتر اي انتر، ممكن تسوي لي الرموز وتكتب كل رمز هو شيء يمثل وتحط لي عليه ابعاد ممكن، اما انه على داخل الرسم ما افضل وضع الابعاد. بهالشكل تنتهي يعني موضوعنا. اتمنى منكم انه تحفظون هذا الرسم، تكونون جاهزين ان شاء الله للامتحان اذا اجعدنا هذا الشكل. شكل بسيط ما يحتاج لفت شيء، وان شاء الله تكون سهلة عليكم اذا داومنا وامتحنا. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم.